السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مبروك لكل الجماهير المصرية وكل متابعين المنتخب المصري ومشجعين المنتخب المصري في الوطن العربي. انتهت مباراة مصر والأردن بنتيجة 3-1 في مباراة صعبة جدا وثقيلة جدا، صعبة علينا حقيقة. المدرب كارلوس كيروش كالعادة بتشكيل خاطئ وطريقة لعبه الخاطئة إلى حد ما، لكن الحمد لله يعني تدارك الموقف بعد نهاية الشوط الأول. في البداية خلينا نتكلم يعني على التشكيل اللي بدأ بيه من وجهة نظري أنا الشخصية. تشكيل يعني كان ينقصه أحمد رفعت على الشمال، يعني ده شيء واضح تماما، اتكلمنا عنه كتير، واصغر مشجع في مصر بيتكلم نفس الكلام اللي انا بقوله. احمد رفعت يلعب على الشمال، يبدا اساسي، لاعب مهاري جدا، لاعب عرضياته وتسديداته وكل حاجه، لاعب ممتاز الحقيقه، وده افضل واحد يعوض تريزيجيه وعمر مرموش، لاعب كبير يعني ينفع تقارنه بمحمود تريزيجيه، لاعب هايل الحقيقه. وطبعا يعني مروان حمدي ما كانش المفروض يبدا على الرغم انه سجل الهدف الاول، لكن شوف ضيع كام فرصة مقابل انه يسجل هدف، ضيع فرص كتير جدا. كنا نتمنى محمد شريف يبدأ على حساب مروان حمدي. ده بالنسبة للتشكيل. اما يعني مجريات اللقاء وكل هذه الامور، احنا بدأنا دفاعيا الحقيقة كان في بعض الهشاشة الدفاعية بسبب اللاعب احمد ياسين قليل الخبرة، لاعب جيد لكن قليل الخبرة. غياب احمد حجازي كان واضح جدا وكان مؤثر جدا. لاعب احمد ياسين تسبب في الهدف الاول وكاد ان يتسبب في هدفين. لو لاحظنا هنلاقي في الدقيقة 40 احمد ياسين راح مكان الونش، والونش جه مكانه. هجوميا في الشوط الاول كنا الى حد ما يعني بنعمل محاولات، لكن محاولات صعبه جدا وبعيده جدا، لان اللاعب زيزو كان بيلعب على اليسار، واللاعب زيزو لما بيلعب على اليسار ما بتاخدش منه اي حاجه تماما. واللاعب حسين فيصل النهارده كان مستواه بعيد 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 خالص. وكان اللاعب مروان حمدي كالعاده يعني لاعب لا يجيد الا في العرضيات، لاعب محتاج عرضيات عشان يسجل لك اهداف، غير كده لا يعتمد عليه في اي شيء اخر. على الكره، الكره لما تكون على الارض اللاعب بيكون مستواه سيء، ودي امكانياته اللي ربنا مديها، لازم نعترف بذلك، ولازم لما نيجي نستغل اللاعب نستغله بشكل جيد بقدر الامكان. يعني بالنسبه للاعب مصطفى فتحي يعني هو قدم مباراه جيده الى حد ما والاخر، الشوال اللي لعبهم. وعمرو السوليه كان افضل لاعب في اللقاء، وده واضح جدا، لاعب ما شاء الله، لاعب صلب، لاعب اخطائه قليله جدا يعني داخل ارض الملعب هجوميا ودفاعيا وحتى في التغطيه العكسيه لاعب ممتاز. نزلنا الشوط الثاني يعني الحمد لله نزلنا بوجه مختلف شويه يعني الى حد ما. كنا بنحاول وبنعمل محاولات وسيطرنا على الكره. الاستحواذ في الشوط الثاني وصل ل 70%، كنا الافضل في كل شيء. في الدقيقه 60 او بعد الدقيقه 60 واضح جدا ان المجهود البدني للاعبي الاردن بدا ينزل. ده طبعا يعني حاجه بتحصل مع كل منتخبات اسيا، دايما بيلعبوا لحد الدقيقه 60 او الدقيقه 70، وبعد كده مستواهم البدني ما يقدروش، ما عندهمش قوه تحمل بدنيه، نظرا لان المواجهات بتاعتهم بتبقى دايما مع منتخبات الاسيويه، ما فيش التحامات بدنيه زي اللي بنشوفها هنا في افريقيا، طبعا مع السنغال ونيجيريا منتخبات قوه بدنيه كبيره. لذلك يعني احنا اتفوقنا عليهم بدنيا وقدرنا نسيطر على اجواء المباراه، لكن ما قدرناش نسجل هدف. ودي نفس الاسباب، يعني فاجئنا ان محمد شريف نزل بيلعب كجناح ايسر، يعني افضل مهاجم في مصر داخل الدوري المصري حاليا محمد شريف، افضل اثنين مهاجمين في المنتخب المصري مصطفى محمد ومحمد شريف، المفترض انه يبقى اللي موجود فيهم يلعب كمهاجم صريح، ده امر منتهي. اتفاجئنا ان محمد شريف نزل طبعا في الجهه اليسرى، ما عملش اي حاجه كالعاده، ما نقدرش نلوم اللاعب، احنا نقدر نلوم المدرب فقط. يعني فضلت الامور تسير بهذا الشكل. محمد شريف كل ما تجيله الكره تضيع تضيع تضيع، ما نقدرش نلومه زي ما قلت لكم. حتى نزل اللاعب احمد رفعت ولعب محمد شريف في مكانه الطبيعي، ونزل اللاعب محمد مجدي قفشه اللي لعب 10 دقائق عبال ما استقر او اتاقلم على اجواء المباراه، لان الريتم كان عالي جدا. يعني احمد رفعت الحقيقه بعد نزوله يعني اتقلبت المباراه واتقلبت المواجهه، يعني لعب مباراه هايله جدا، يعني تسديدات وتسجيل هدف وصناعه هدف، حتى العرضيه بتاعته ما شاء الله عرضيه ممتازه، عرضيه احمد رفعت وعرضيه زيزو دايما بيلعبها بالمقاس على راس المهاجم او على راس اللاعب المتواجد داخل منطقه الجزاء. وشفنا محمد شريف تحول لكريستيانو رونالدو داخل منطقه الجزاء، مجرد انه المدرب قال له خلاص انت هتلعب كمهاجم، يعني لعب مباراه كبيره جدا. عشان برضو ما ننساش اللاعب زيزو الحقيقه لعب مباراه هايله. حمدي فتحي نتمنى له الشفاء العاجل لانه طبعا لاعب مهم جدا. مهند لاشين اللي نزل بدل حمدي فتحي لاعب ايضا هو الاخر لاعب جيد، لكن حمدي فتحي افضل في الوقت الحالي. ونتمنى ان شاء الله عوده احمد حجازي وحمدي فتحي وايمن اشرف، لان احمد فتوح لعب ماتش كبير، لاعب حريف جدا يعني، والنهارده كان دفاعيا وهجوميا ما فيش غلط. عمر كمال كان هجوميا جيد، لكن دفاعيا في التغطيه الدفاعيه كان سيء، وكان جنبه احمد ياسين هو الاخر. احمد ياسين زي ما قلت لكم لاعب قليل الخبره، لذلك كان في بعض المشاكل في الجهه اليسرى او الجهه اليمنى لمنتخب مصر اللي كان بيلعب فيها اللاعب رقم 10 اللي سجل الهدف.
ومحمد الشناوي الحقيقه انقذ مرمى المنتخب من اكتر من كوره، ومحمود الونش رغم انه ليه خطا وحيد فقط لكن لاعب بيلعب براعه عاليه جدا، وكان استخلص الكره تقريبا 5 أو 6 مرات من امام مرمى محمد الشناوي. بس دي كانت اهم المجريات واهم الاشياء اللي حصلت في مباراه اليوم. انا بقول مبروك مره تانية لكل المصريين وكل متابعين ومشجعين منتخب مصر في الوطن العربي، وان شاء الله مستنيين ومنتظرين مواجهه كبيره جدا مع نسور قرطاج مع المنتخب التونسي. يعني زي هنعمل فيديو طبعا اكيد على هذه المباراه وهذه المواجهه، لكن يعني عايز اقول لكم ان المستويات متقاربه، هتبقى مباراه قويه، هتبقى مباراه لا تقل اهميه عن مباراه اليوم ما بين المغرب والجزائر. في النهايه طبعا انا بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.